ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على أجدع وأحلى ناس في كوكب الأرض كله. معاكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة. وحلقة النهاردة يا سادة هنتكلم عن شركة أبل. شركة أبل الأسبوع ده والأسبوع اللي فات أطلقوا شوية حاجات كده ملهمش علاقة ببعض ولكن جامدين جدا. أطلقوا تحديث الـ iOS 18.1 وميزات الـ Artificial Intelligence، وأطلقوا كمان تحديث الـ iPad OS وتحديث الماك بوك، و عملوا حاجات كتير قوي. ولكن كان اهم حاجه عملوها هي اطلاق الماكات الجديده، سواء الاي ماك او الماك ميني او الماك بوك برو. فبصراحه كانت شويه حاجات كده حماسيه جدا. النهارده بقى انا جاي اتكلم عن الماك الجديد، ولكن هتكلم عن الاجهزه المكتبيه الجديده بتاعت ابل، الاي ماك والماك ميني. الاي ماك هناخد نظره سريعه كده في البدايه، وبعد كده هنتكلم عن الوحش الجديد، افضل صفقه في تاريخ ابل من وجهه نظري الشخصيه، الماك ميني. ولكن قبل ما ابدا الحلقه ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، وصلى على سيدنا محمد لانه هيكون شفيه وشفاعك يوم القيامه ان شاء الله. واسف على الحماس اللي انا فيه، بس انا متحمس جدا للحلقه دي. واول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي اجهزه الاي ماك، والموضوع مش هياخد معانا دقيقه او دقيقه ونص، لان ابل ما عملتش تحديث كبير قوي في اجهزه الاي ماك غير في المعالج، لكن نفس الشكل القديم، نفس الالوان، نفس كمان الشاشه ريتانا ال4K اللي بتيجي بسطوع 500 شمعه، نفس الكاميرا اللي كانت موجوده، نفس المداخل، نفس السماعات، مفيش اي اختلاف غير في المعالج. المعالج بقى معالج ابل الM4 اللي بيجي ب 10 كور جي بي يو و10 كور سي بي يو، بالاضافه لكده الرامات بقت بتبدا من 16 جيجا، خلاص ما عادش في اي حاجه في ابل في الاجهزه الجديده بتيجي ب 8 جيجا رام. حتى الماك بوك اير القديم اللي بيجي بمعالج الM3 بقى بيبدا دلوقتي الرامات بتاعته من 16 جيجا وبنفس سعر ال 8 جيجا، فدي حاجه عظيمه جدا وخطوه ايجابيه جدا من ابل. وده طبعا علشان المميزات الجديده اللي ابل هتحطها في الاجهزه بتاعتها، الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنشوف ان شاء الله يعني في الموضوع ده في ابل يعني قفزه نوعيه ان شاء الله الفتره الجايه، وده على حسب كلامهم. سعر الاي ماك بقى لحد دلوقتي ما تحددش، ولكن المتوقع ان هو هيبدا من سعر 1299 دولار، وانت طالع بقى على حسب الاس اس دي اللي انت عايزه والرام اللي انت عايزها. هنخش بقى على الوحش الجديد بتاع ابل، الماك ميني. بص بقى وركز معايا وهقولها لك بكل ثقه، الجهاز ده افضل وارخص واحسن صفقه تجيبها من ابل في الوقت الحالي، الماك ميني الام 4 2025. الجهاز ده جامد جدا. اخر ماك ميني نزل من ابل كان بمعالج الام 2 وكان جامد جدا. ده بقى جبار يا جماعه. مبدئيا الجهاز حجمه صغر عن الاصدار القديم بحوالي 50%، تحس كده ان هو شبه الابل تي في، والوزن بتاعه كمان قل جدا، كان 1200 جرام تقريبا النسخه القديمه، اما النسخه الجديده بقت 670 جرام. فانت ممكن تاخده معاك في اي مكان وتشغله على اي شاشه عادي جدا، مش هيقول لك لا. طبعا مع المعالج الجديد الام 4 اللي بيجي ب 10 كور سي بي يو و10 كور جي بي يو، طبعا النسخه اللي فاتت كانت بتيجي بمعالج الام 2 مع 8 كور جي بي يو و10 كور سي بي يو، ففي هنا فرق 2 كور ولكن هيفرق معاك جدا في الاداء. والجميل برضو انك هتاخد الجهاز ده بالمعالج الجديد بنفس سعر الجهاز القديم اللي هو 599 دولار فقط، اما لو انت طالب ممكن تاخده بسعر 499 دولار. انت متخيل انت لو جبته بسعر 499 دولار فانت واخد صفقة جامدة جدا. وطبعا هنا برضو يا جماعة الرام بيبدأ من 16 جيجا، خلاص مفيش 8 جيجا، خلاص انسى 8 جيجا دي في منتجات ابل. ابل بقت منتجاتها كلها بتبدأ من رام 16 جيجا زي ما قلت لك في بداية الفيديو. طبعا حصل شوية تحسينات في المنافذ، دلوقتي بقى عندك 5 منافذ USB-C منهم 3 ثاندربولت 4 علشان لو انت بتستخدم SSD خارجي، لان للأسف مساحة التخزين بقت زي ما هي بتبدأ من 256 جيجا، كنت عايز ابل تزودها شوية ولكن مفيش مشكلة مع تحديث النظام الاخير بتاع ابل بتاع الماك ميني، بقى تقدر توصل SSD خارجي وكمان تثبت عليه التطبيقات من الاب ستور، ما انتش هتثبتها على المساحة الرئيسية بتاعة الجهاز. وده جهاز مكتبي فانت مش محتاج اكتر من SSD. والجهاز دلوقتي بقى بيدعم كمان 3 شاشات، النسخة القديمة كانت بتدعم شاشتين بس، تقدر تشغل دلوقتي 3 شاشات بتصل دقتها الى 6K، 2 عن طريق منفذ USB-C، واحد عن طريق او واحدة
عن طريق منفذ ال HDMI. وبرضو زي ما قبل عودتنا في نسخة من الماك ميني بتيجي بمعالج ال M4 Pro زي ما عودتنا مع ال M2 Pro. الرامات بتاعت الجهاز ده بتبدأ من 24 جيجا، بالإضافة لكده منافذ الثاندر بولت الموجودة في الجهاز مش 4 هي 5، سرعة نقل بيانات بتصل إلى 120 جيجا بت في الثانية، ودي سرعة نقل خرافية يا جماعة. لو انت بتستخدم SSD هتكون معاك عظيمة جدا طبعا، مفيش مناقشة في الموضوع ده. وسعر الجهاز بيبدأ من 1399 دولار. وده بكل بساطة كان الفيديو بتاع النهاردة، يعني اتكلمنا اغلبه عن الماك ميني وكان فيديو سريع. لو انتوا حابين نجيب الجهاز ده ونعمله مراجعة قولولي في الكومنتات رأيي في الاجهزة الجديدة. بصراحة قابل خلاص يعني تديك حاجة صغيرة جدا بتديك اداء جبار، ومش عايزك تهتم بالتفاصيل، يعني مش عايزك تهتم بالتفاصيل، انت عايزك تاخد جهاز تشتغل عليه. الماك ميني اللي هو بمعالج الام 4 ده هيكون جامد لصناع المحتوى من وجهة نظري. انا بستخدم الماك ميني الام 2 ومريحني جدا في المونتاج، وقلت الكلام ده قبل كده في الفيديو بتاعه هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق. لحد كده يكون فيديو النهاردة خلص، اشوفكم في فيديو جديد، صباحكم زي الفل وعسل.